ايه شو طالعون شغل غني بابا يا يي ولا سايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا تفضل، هذا أكل من بيت أبو سعد، جيلي ومهلبية وشكشوكة. أنت ما تحضر حصة العلوم بالمدرسة؟ إلا أحضر. ما علموك أن القطط ما تأكل مهلبية وجيلي وشكشوكة. سير جيب لنا تونة ومدفوس دياي. ويا ريت تخفون الثمن، الوالدة صار عندها كوليسترول بسبتكم. جانا رمضان وهات صحن من بيت فلان وهات صحن البيت علان، وصل المصابيب وهات القيمات. ايش فيه؟ هذا وحليل هالمسكين الوحيد بالشعبية اللي مرة ما حد يطرش له شيء على الفطور. ترى عذوبي كيف يودوا له العزوب؟ هذا نسيبي يا شامبي، وتراه مسلم ويصوم 30 يوم أحسن عن غيره. زين، شو رأيكم نشترك في مشروع عمل خير في رمضان؟ حاضرين حاضرين، اللي غير شو مطلوب منا؟ أنا علي فكرة المشروع، والصحن عليك، والأكل على أبو عنبر، ونطرش حق يمعان كنكري. عمبي نحن مو بميوعين، ترانا كل يوم نطرش للي يتم من فطورنا للمختبر العلمي ماله اللي في البيسمنت. وحليل وحليل، وبعد يطرشون الأكل باسل ومهير، انت بعد وياه. اصبروا يا جماعة، ترى أنا بعد مثلكم ودي أكل الخبز لكني صايم، باقي ساعة على مدفع الإفطار. أصبروا. ما تشوفوني أكل التونة بدون خبز؟ لا تضغطون علي وتخلوني أكل الخبز وأفطر. مهير مهير يا مهير. ساعة ساعة وانا اسقرك وانت يا استلعب تلفونك. دخيلك ابويا، والله ما سمعتك، كان باجي واحد في الببجي وافوز. والله ما سمعتك. ما سمعتني يا شدو؟ هاي ابويا، شوف كم مرة متصل بك. والله انك ما تستحي على وجهك، الرجال متصل فيك 32 مرة. ها صدق؟ ما انتبهت. شوف شو مسمنك ابويا الوالد الغالي. وين الصحن؟ احنا جاهزين يا باشا، كله بالسليم. ترى احلى تبب الجبن والعسل والسليم.
خفي علينا يا زكية زكريا. لا أبويا، هيج مال الكاميرا الخفية، أنا أبلة فهيدة. بس خلاص عن الفلسفة، هالصحن شله وود حق هذا الخبلة يا معان كنكري. استغفر الله يا رب، أبويا مو بزين صايمين. والله إنك صادقة يا بنياتي، هبزين أقول كنكري شل الصحن وود حق هالخبلة يا معان، وقول له أبويا يسلم عليك. أسير ويا أبويا؟ عيال يودي ها، وديها له، ما أدري شو فيها مطرشنا الخبلة الثاني شنبيع. أبويا مو بزي، ولا أقول لك شنبوع عادي عادي. شيل صحنك، قرعتي انصلخت. ليش ما حطيتوا لي سمبوسة؟ يا سلام، شو ها ريحته غاوية. سلامتك سلامتك نودت لك سلامتك 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 نودت لك سلامتك لأنك الإنسان تعمر الأوطان نودت لك سلامتك احنا وين؟ شكلنا ركبنا آلة الزمن حق يمعان وارسلتنا لزمن آبائنا. الصراحة جوهم غير. سلامتك سلامتك هذا أبويا بلا يالس روحك. ما يحب الأغاني مال الباص، يقول ازعاج ومنقودة. هو وين ساكن؟ آخر الدنيا هناك في البر في الخناويج. أبوي الغالي، شو أخبارك؟ بخير، أنت إيش حالك؟ شأنك كل طالب جديد عندنا أنت في المدرسة. نعم، ليش ما تصير تجلس ويا ربعك باخر الباص وتدقدق وتستانس وياهم؟ لا 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 لا، هذا من رهب جوي منقود عندنا. أنا جوي رزبة قصايد، هبها الدق اللي ترقصون عليه منقود. انزين، شو رايك نسوي كامبينيشن؟ هل عنك كنديشن؟ نحن اليوم مسوين قرص في البيت، قرب بتعشى عندنا. أقول لك، نحن سرنا بيت البارحة ودرسنا حالته النفسية وسيكولوجيته وعرفنا موده وذوقه. عزمنا على قرص وتاقب وخنبروش وعصيدة بوبا. يا سلام، نم نم نم. فلا يحب القرص والخنفروش وعصيدة بوبا. وأنا كل يوم على الفسحة أعزم على خبز فلازيق ومشاوة. انزل، شو يحب من الأغاني علشان ندقله في الباص وندخله معانا في الجو؟ والريال مودة مو بتدق اللي تدقونا في الباص، الريال مودة. ايه يعني إذا غنينا له هاي الأغنية برابعنا وبماشينا صدقني بيستور بيعك مدى الحياة.
بس هاي الغنية يبالها فرقة كاملة. يا كوتي جيب لنا شاي خلينا نعمر الراس، عندنا حفل موسيقي بعد شوية بمناسبة نهاية السنة الدراسية على مسرح المدرسة. يا واد يا شومبي، حفظت السلم الموسيقي اللي اديتهولك امبارح؟ هي استاد اسمع، ها طفطيفي ططي طفطيفي طا. شاطر انت، مشروع عازف هبان عظيم، وانت مشروع فرقة عظيمة. مرضى اوه ادلي يا سمعه، ادلي يا سمعه. ايوه الجنون يا حي مركوب. زين اخيرا شفناك مستانس يا ابو مهير. ابو مهير؟ من هو ابو مهير؟ ايه والله بعدك ما عرشت ولا يبتني، انت ضارب خلق الله بهالخيزرانه. لا 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 لا، أبوي قال لي هاي الخيزرانة حق الهواش، حق الريايين، الرمسة الطيبة والإغناء. شوف ركز في عيوني عدل، هاي حق شو؟ الهوش. حق الريايين شو؟ الرمسة والإغناء. وياني وياك تضرب حد بالخيزران. مهير يلا يلا انفتحت بوابة الزمن، خلنا نرد قبل ما تتذكر. لحظة لحظة لحظة، ما خبرتني انت منو؟ تعال تعال تعال، انت انت تعال. أشوفها الخيزرانة؟ إي نعم عمي أشوفها، بس ما أبغى أجربها. أبوي الغالي قبل ما تضربني بذكرك بشي، حد قال لي إياه من زمان، الخيزرانة حق الهوش، حق الريايل، الرمسة الطيبة والقناع. الله من زمان ما سمعت هاي الرمسة الطيبة. مشكور يا يم عنكنكري، نفدت بيلدي هالمرة بفضلك. ذكرتني بزمان أيام المدرسة، المدرسين كانوا يدبون بنفس هاي المسطرة الخشب. لا 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 أبويا لا، والفرحة